الاستاذ رحمه الله كان في الخطاب الاخر كان كلمته على الطرف هنتكلم على اللي هو البلاستر اوف باريس او الكاستنج واستخداماته والحاجات اللي هي دي تعتبر من الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيرست ايد وممكن تبقى ديكليت تريتمنت. ف السلام عليكم ورحمه الله وبنقول لكم ويلكم، وطبعا دي اهلا بكم في طبعا جمعيه ودي فالمحاضره بتاعتنا اللي هي الكاستنج. الكاستنج دوت اللي هي ازاي تركب الجبس، يعني بمعنى صح الكاست هو عباره عن تمبرري سنتمبرشال امبولايزيشن devices allowing the patient to perform many normal activity of daily living. الكاست ماتيريال عندنا حاجات كتير قوي، ارخص حاجه اللي هو البلاستر اوف باريس، ممكن يبقى ده بيعتبر ناتشرال موجود بنعمل له شويه موديفيكيشن هيتنج ويتحول لطريقه ثانيه، او سينثيتك اكريليك او فايبر جلاس او لاتكس او هايبريد ماتيريال. لما نيجي للكاست خلاص ابلكيشن دايما لما ناخد الكاس لازم يبقى بناخد فيها جوينت، يبقى ذا ابلكيشن انكوربريتد ذا جوينت اباف اند بلو، لازم عشان تمسك العظمه لازم تاخد الجوينت الاباف اند جوينت بلو، الا في حتت معينه بنضطر فيها زي الديستال اند ريدس ممكن استخدم بس وان جوينت خلاص. واهم حاجه ان هو الكاس ده يعمل ريستريكشن للانتيديو ماسكولار موفمنت، ما يخليش والا يحصل ديسبريسمنت داخل الكاس. نيجي للبلاستر اوف باريس هنقولها بكلمتين سهلين قوي، ده موجوده في الناتشرال، ده اللي هو الجبسون موجوده في الطبيعه، موجوده عندنا في سينا وموجوده عندنا في حتت كتير قوي. ده بيبقى كالسيوم صلفيت بيتحط في الحراره، يتحط في حراره لغايه درجه معينه اللي هي حوالي 128 او 130 درجه، يتشال منه الووتر فيبقى اسمه انهايدرس كالسيوم صلفيت. الانهيدرس كالسيوم صلفيت اول ما بيتحط ناخده وبنعمله على انواع معينه من الشاش، ويبتدي نعمله رولينج اللي هو بيجي لنا 5 سم و7.5 و10 و15 و20 سم. اول ما يتحط في الميه هياخد الميه ويحولها الى هيدرس كالسيوم صلفيت اللي هي بتبقى الجبس العادي اللي هو البلاستر اوف باريس بيتحول الى تايت كاست. تمام. التايب اوف كاست ممكن استخدم الكاست يعني اعمل سبلنت. السبلنت ده ممكن بس جاست تمبرري ان بحطه اما انتيرو سبلنت او بوستيرو اللي هو بوستيرو سلاب اللي بنسميها كده في المستشفى او في الاستقبال، او اعمله الكاست نفسه واقسمه اثنين يبقى باي بالبت اقدر اشيل نصه وارجع نصه، او الكاست بطريقه مختلفه حسب المكان اللي موجود. مثلا عندنا ثامب سبايكا، عندنا سلندريكال كاست اللي هو يمسك الركبه لما يكون عندي انجري للني، او ممكن يعمل حاجه نخليه يحمل بيها العيان اللي هي بنسميها ويت بيرنج كاست. الاكزامبل اللي هنشوفها ده مثلا بنسميه بلو ني كاست يعني تحت الركبه. دي انواع الجبس اللي هي موجوده او اشكالها اللي موجوده، الفول كاست اللي هو ممكن بلو البو لو شورت اباف البو، ده ممكن يبقى عندي جاكيت بودي جاكيت، ممكن عندنا هيب سبايكر، ممكن بايلاتر هيب سبايكر، وممكن يبقى اباف دي، او ده بنسميها شورت ليك كاست. الانديكيشن في الكاستنج امتى اعمل جبس موجود عندي؟ الانديكيشن بتاعي موجود عندي في الحالات اللي هي الفراكشرز خلاص، ممكن في السبرينز انكلز او اللي هي زي السبرين انكل اللي هي اي حاجه بتاثر على الليجمنت بنسميها سبرينز للليجمنت انجريز، حالات الديسلوكيشن يعني المفصل خرج من بعضه رجعه تاني فيبقى الليجمنت اللي حواليه دي كلها ديسربتد فبضطر احطه في كاست لغايه ما يحصل لها هيلينج، او في حالات البروتكشن او بوست اوبرتيف انا عملت العيان عمليه حطيته في جبس، الجبس دوت بحطه في جبس ليه؟ عشان بروتكشن لغايه ما يحصل هيلينج خلاص، او جرادوال كوركشن اوف ذا ديفورميتي بعمل جبس في وضع اللي هي الديفورميتي الموجوده وابتدي اعمل ريبيتد
كاتج للقص وعمل اكستنشن فبصلع بيها الديفولز. نيجي للسبلنت، دي عبارة عن جبس بس بيبقى لاير واحدة موجودة اما دورسل او اللي هي مثلا بنسميها بالسير سلاب او انتير سلاب. ده ممكن اعمله برضو في الفراكشر اللي هو انديسبليز فراكشر في حالات الاطفال، ممكن اعمله في السبرين او في الجوينت انفكشن عشان اعمل ريستنج، او في حالات التينوسينوفايتس لما يكون عندي التهاب في الجوينت في الـ في الـ في, الـ في التندون نفسها فبنسميها تينوسينوفايتس، نقدر نعمل فيها سبرينتنج للريست عشان اديله فرصه ان هو يبهيل. او الاكيوت ارثرايتس او في حالات الجاوتي او في حالات اللاسيريشن اوفر ذا جوينت او بانكشر وند. الادفانتج اوف كاستنج اوفر سبرينتنج، الكاست طبعا ده بيعتبر جود ايموبلايزيشن، السبرينت بيبقى يعتبر تمبرري وبعدين ده يا دوبك سبرينت بيدينا اكسلنت كومفورتابل ذس ديكريز ذا بوسيبيليتي اوف بريشر سور. بعدين ابزورب ذا سويت بيكوز ات از ايه اورس وبعدين ايه ناتشرال وورم. البريكوشنز اللي يهمني قوي، مهم قوي لما تعمل جبس العيان تديله شويه حاجات تعليمات، او انت لما تعمله الاول وبعد كده تدي له شويه تعليمات تخلي بيه العيان بيه. خلاص، اهم حاجه ان انت وانت بتعمل الجبس تيجي على الحته اللي فيها بوني برومينانت، مثلا في القلبه عندنا معمول اللاتر اي بي كوندايل والميديا اي بي كوندايل، لو انت عملت البريشر تايت عليها الحته دي مفيش الا سكن وتحتيها على طول الايه البون، فممكن يعمل بريشر سور، فالحته دي لازم تعملها ويل بادل. خلاص، ما تعملش اوفر كوركشن، ما تعملش جوينت تحطه في فليكشن، ممكن يديله كاربال تانل، ممكن تعمل الجبس لغايه اباف قلبه لغايه ما يبقى على القلب فريز، فلما يجي العيان يتني ويفرد تعمل له بريشر على السكن. كل الحاجات دي بنسميها مهمه قوي ان انت وانت بتعمل الكاستنج تخلي بالك في الحاجات اللي هي ما تعملش للبيشنت ديسكمفورت. بعض الاحيان العيانين نفسهم بيبقى عندهم سنسيتيفيتي للبلاصه فلازم تغيره بايه بطريقه ثانيه، وتخلي بالك ان العيان نفسه هو ما بيعرفش، انت عارف انت عندك المعلومه هو ما عندوش المعلومه، فلازم تبقى انستراكتد هيم ان هو يجي لك لو حصل الجبس اتكسر او حاجه من الحاجات دي. الكونترا انديكيشن بقى، خلاص لو انا عندي اوبن فراكشر ما غطهوش، لو عملت عليه قص يبقى لازم اعمل عليه ويندو عشان ابص على الفراكشر واشوف مثلا البروسيس بتاعت الهينج او يحصل له انفكشن. خلاص، السيفير سويلنج، لو عندي سيفير سويلنج ما عملش عليه تايت قص لان ممكن يظهر عندي في حاجه وقت الكولد كومبارتمنتال سندروم او يعني اعمل بريشر فبامنع السيركيليشن فبيدخل في اسكيميا يدخل في عندي جانجرين. خلاص، يدخل مني عندي حاجه وقت الكولد كومبارتمنتال سندروم اللي هو يحصل بريشر داخل المصل يحصل فيها نيكروزس ويحصل فيها على النيرف يدينا وات وي كولد كومبارتمنتال سيندروم، يدينا في الكونترا انديكيشن ما عملوش في رجل ما فيهاش احساس، يعني واحد عنده لوس اوف سنسيشن لانه مش هيعرف لو حصل له اي بريشر على المكان دوت ممكن يحصل له من غير ما يحس كده يحشر في بريشر سورس، يعني مثلا واحد عندها دايابيتس عندها لوس اوف سنسيشن، دول ما اقدرش اعملهم كاست، ممكن اعملها باك سبلنت واعملها وايد واعملها ويل باد. خلاص، ولازم اشوفها لان العيان ده مش هيقدر يكلمك. اللي عنده هيت انجل برضه لازم تخلي بالك ان هو ما عندوش ريسبونس ما يقدرش يتكلم معاك ما عملش كوميونيكيشن، في نفس الوقت ده ممكن يدخل في كومبليكيشن وانت ما تبقاش عارف. خلاص، في حالات الالسر والدرينج اوف ذا ووند لازم تعمل ويند وتبص عليه، دي من حالات الكونتر انديكيشن فيه. خلاص، في lack of concentration العيان ده اللي هو بتقول احنا ما قلنا عنده head injuries. خلاص، في sensory problem لو عندهم برضو اللي احنا اتكلمنا عنها unstable fixation fracture فيه unstable ما ينفعش احط ده treatment بتاع القص ده بيبقى دايما surgical. خلاص، surgical inflammatory conditions في inflammation ما اقدرش اغطيها بجبس والا العيان ده بيبقى flare up زي ما يكون عنده septic arthritis. خلاص، observation at risk for injury themselves from the cast. واحد في هيد انجري وعمال يخبط في نفسه فده ممكن تعمل له يحصل منه مور بروبلمز يعني انستابل بريشرز على السكن. البور كومبلاينس عيان تعمل له الجبس مخه ضار يعمل لك الجبس يتسهولك يعور نفسه كل ده ما تقدرش تعمله كاست. ميتاستاتيك ديزيز واحد عنده تيومرز
ما تقدرش تحطه لانه هيحصل فلير اب داخلي وانت مش عارف ما تعرفش هيحصل ايه. انترنال فيكسيشن ديفايس لينك رينج اوف موشن ده ما تقدرش تعمل له قصر. الكومباريزن من البلاستر فارس اللي احنا بنستخدمه ده كومن قوي والفايبر جلاس اللي هو اللي بنسميه الجبس الالوان ده اللي احنا شايفينه. اهم حاجه فيهم ان هي يهمنا ان الفايبر جلاس ده بيبقى لايت ورابيدلي خلاص سيتنج وديورابل وبيستحمل اكتر لكن الكوست بتاعته عاليه. نيجي بالنسبه للكاس البلاستر فارس بالنسبه لنا لونجر ديوريشن تايم عشان ينشف بينشف قدامك لكن هو بياخد حوالي 48 ساعه عشان يبقى سيتل داون خلاص. مور برونج تو ذا اندنتيشن ذات كان كان ليد تو بريك داون وبعدين لكن سترونجر وعيبه هيفر تقيل هيفير اثقل من الثاني. الثاني تمسكه كده تلاقيه خفيف خلاص لكن الكوست بتاعته لس. فبنكمباريزون احنا في المستشفيات عامه بنستخدم البلاستر فارس اكتر من الفايبر جلاس اللي هو الدايناكاست والحاجات دي. لما هركب حاجه يبقى انا عايز اكويبمنت. ايه الاكويبمنت اللي انا عايزها؟ حاجات اللي هركب فيها تمام. يبقى وفي نفس الوقت لو ركبت وحصل مني حاجه عايز حاجات اشيل بيها خلاص. فالكاست اللي هي الكاست ماتيريال اللي عندي يبقى عايز لها حاجات تساعدني فيها اللي هي الاشكال دي اللي هو بنسميه كاست سبريدر. لو جيت اشق الجبس محتاج اشقه لما اشقه عايز ابعده لان شارب اتش. عايز كاست سيزر يقطع لي اللي هم المجموعه ديت. محتاج سيزر عشان يقطع لي الجبس لو انا محتاج نايف لو عايز اشقه. لو ما عنديش منشار كهربائي عايز بنسميه بلاستر كتر خلاص. سبريدر عشان ابعد الاتش. ممكن استخدم المنشار دوت اليدوي او الكتريكال سو اللي هو منشار جبس اللي بنسميه ده بمتوفر عندنا تمام. دول الات اللي هي الكاست كومبنت لازم تبقى موجوده عندنا في الكاست كوم. نيجي الكاست ابلكيشن خلاص. لما اجي اركب جبس بقى ما بهدلش العيان ما بهدلش الارض يبقى بعمل بروتكشن للايه للفلور. بحط حاجه كده اللي هو دايما اسهل حاجه بنجيب حاجات الخوط العمليات اللي عندنا بنحطها في الارض. وفي نفس الوقت لازم ايه المريض نفسه ما تبوظش هدومه فبتعمل بروتكشن برضه بالكلوز اوف ذا بيشنت زي ما احنا شايفين كده. بنحط ملايه اسهل حاجه قبل ما احط الجبس والا يطلع العيان من تحت ايدي متغرق بقى اذا كان بجبس زي الابيض او ماشي تمام. بنحط الشيل زي ما احنا في الشيل ده موجود وبنبتدي نحط ايه الابلاينج كاست خلاص. لما اجي اركب الكاست اللي هو انا كالسيوم انا هايدروس كالسيوم سلفيت اللي هو البلاستر اوف باريس اللي هي جيبسون دوت او جيبسونا اللي موجوده في السوق باسم كده. لما اجي اركبها ما بحطهاش على الجلد دايركت ببتدي احطها في لير. احط حاجه الاول بروتكشن وبعد ما احط السكين تحت فوق السكين على طول هي ده اللي هو اللي بيسميه ستوكنات. وبعد كده بحط طبقه قطن صغيره وبعدين بحط الجبس. كل ده عشان حتى لو حصل سويننج للسكين او الفراكشر سايد يلاقي مكان يبقى اكسباندد وفي نفس الوقت يبقى كومفورتبل للعيان. فبنستخدم حاجه اسمها ستوكنات. ده عباره عن سليب من التيوبز موجوده ليها مقاسات هنشوف شكلها ازاي وليها مقاسات موجوده حاجات للفور ارم موجوده حاجات للليج وموجوده حاجات للبودي. ودي بتبقى من ماتيريال ناتشرال ماتيريال وبنحطها تحت السكين او سوري فوق السكين على طول ودي بتاخد الشكل بتاع الايد اللي هو ديت زي ما احنا شايفينها. بتيجي لنا بالمقاسات دي بتبقى العلبه دي بتبقى موجوده عندنا المفروض ان هي مقاس مثلا في 5 سم في 7 في 10 وبعدين في عندنا البيج وده ستريتشبل خلاص. ودي بتدخل فيها بنقدر نعملها كتيوب ندخل فيها الابر ليم او اللور ليم. ده الاكزامبل الاول لما بنيجي نركبها بناخد التيوب ديت وبنعملها اكستنشن لغايه مثلا ده هنعمل اباب ني كاست. نيجي بعد كده القطن اللي احنا بنستخدمه. نستخدم القطن في دلوقتي ما اللي هو
في عندنا بتجي لنا اما سينثيتك حاجات سينثيتك او تجي لنا ناتشرال. احنا بنستخدم معظمنا في المستشفيات, معظمنا القطن الطبيعي بتاعنا اللي هو قطن المحلى دوت بنستخدمه نعمله لير, نقدر نعملها بطول مثلا 5 سم 10 سم 15 زي ما انت عايز, وتقدر تعمل بيها كفرنج لايه فوق الاستوكنات تبقى اللير بالطريقه ديت, ونعمل لها رابنج خلاص حسب ايه انت ده هنعمل ايه بلو البو كاست. اهم حاجه لما نيجي نفكر نيجي والبادد اوفر ذا بوني برومينانت اللي هي مثلا عندنا الالبو اللي هي الاكرين الالوبرينون, عندنا اللاترال ايبيكوندايل ميديال ايبيكوندايل, عندنا في الهيل عندنا الميديال مانيوس اللاترال مانيوس, عندنا الني كاب. المهم الحاجات دي كلها دي مكان ممكن يحصل منها بريشر سورس. ديت الجبس بقى لما بيجي لنا بعد كده اللي هي قلنا الجبسون بيجي لنا بلايرز موجوده موجوده, ممكن ده طوله بيبقى دايما 2.7 من 10 الجبس طوله, لكن عرضه ده ممكن يبقى 5 ممكن يبقى 7.5 ممكن 10 ممكن 15 ممكن 20, ده المتوفر موجود عندنا بالنسبه لايه افيلبل في الماركت. الجبس لما قلنا بيجي لنا متركب في الشاشه دي بيبقى اسمه انهيدروس كالسيوم سلفيت, يتحط في الميه نحب نحقن عشان نساعده ان هو يبقى سيتنج داون. عندنا حاجتين ممكن اعملهم, احطه في ميه دافيه خلاص, وممكن احط معاه صولت ملح, لو ما عنديش بجيب ملح الطعام اللي هو العادي احطه موجود احطه في الميه, ده بيساعد بيعمل يخليه يبقى بيشق بسرعه ينشف بسرعه ويديني بيبقى هارد واسرع في الوقت ويبقى التايم بتاعه اقل. ده لو انا عايز او استخدم الميه العاديه, اهم حاجه ان انت تحطه عشان يكمل التفاعل بتاعه. تعرفه ازاي؟ تبص على الميه لو حطيت يبطل يطلع بابلز يبقى هنا ده ريدي تو يوز. لما بيجي بعمل الجبس بيختلف الابر لمب واللور لمب. اللايرز في الابر لمب عشان مش ويت بيرنج وما لهاش موفمنت كتيره وفيها كوردينيشن فبقدر اعملها من 4 لـ5 لاير, لكن في اللور لمب بحب احط اكتر لانها ويت بيرنج والعينين بعض الاحيان بيمشوا عليها فبنعملها من 6 لـ8 لايرز ايه اللور لمب. دي هنشوف الصور بتاعت ازاي نعمل جبس. اهم حاجه ان انت تعمل شكل الاستوكنات مطلعينه اعلى من الجبس عشان ده بعمله فولدنج للايدج خلاص, وفي نفس الوقت ده بيعمل بروتكشن على السكن. الجبس بعمل لير, ولما اجي اعمل لير ثانيه بسيب 2/3 واخد الايه الديستال 1/3, يعني بمشي بغطي اسيب 2/3 الابط وبغطي ال 1/3 وابتدي اعمل الرولينج بتاعت ايه البلاستر اوف فات. بعد كده بعمله فريم مولدنج خلاص, وفي نفس الوقت بقى ايه بروتكشن على الحتت اللي هي بوني برومينانت. لما نيجي نشوف فيلم زي ده كده